هيدا البودكاست إنتاج حكواتي. مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي، وبحب رحب بضيفتي لليوم مي الحسيني، كاتبة ومدربة متخصصة بالتوعية بالثقافة الجنسية والعلاقات الصحية. رح نحكي سوا عن مفهوم الكينك وكيفية التواصل حول الموضوع. اليوم رح نغوص بعالم التفتيلات الجنسية مع التركيز بشكل خاص على الفروقات بين الجنس الكينكي والجنس الفانيلا، وكمان رح نحكي عن التابوهات المجتمعية اللي غالباً بتحيط هيدا الموضوع بالغموض وبعض الأوقات بسوء الفهم. يشير الجنس غير التقليدي أو المختلف عموماً إلى الممارسات الجنسية اللي بتتخطى حدود التقليد أو الفانيلا، متضمنة عناصر مثل الـ BDSM، ألعاب الأدوار وغيرها من الأنشطة الاستكشافية. بالمقابل بيلتزم الجنس التقليدي بالأنشطة الجنسية الأكثر تقليدية واللي غالباً بتتميز ببساطتها ووضوحها. التابو المحيط بالجنس الكينكي بينبع إلى حد كبير من التأثيرات الثقافية والتاريخية وأحياناً الدينية اللي شكلت الأعراف المجتمعية حول ما يعتبر مقبول أو طبيعي بسياق السلوك الجنسي. هذا الشيء بيوصلنا إلى أسئلة مهمة: هل تفتيلات الجنس الكينكي أو غير التقليدي طبيعية؟ هل لازم الشخص اللي بيفضل الكينك أنه يكون قلق لحالته أو يفكر بالعلاج؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها أكيد نستضيف مي الحسيني، كاتبة ومدربة متخصصة بالتوعية بالثقافة الجنسية والعلاقات الصحية. رح نستكشف الأسباب وراء التفضيلات الجنسية المختلفة، والأهم من ذلك رح نشوف كيف الفرد يعبر عن هويته الجنسية بطريقة صحية متوافقة ومرضية. ماي، أهلا وسهلا فيك عن جديد ببودكاست حكي صريح. اليوم رح نحكي عن موضوع هيك شوي تابو بس كتير مهم أنه نفتحه، هو موضوع الكينك. وبدي بلش بأول سؤال معك: شو تعريف الكينك وشو الفرق بينه وبين الجنس الفانيلا؟ سندرين ازيك؟ أولا أنا مبسوطة أن أنا معاكي مرة تانية في حكي صريح، دائما بستمتع بالكلام معاكي وبستمتع بالبودكاست. الفرق بين الجنس الكينك والجنس الفانيلا هو أنه الجنس الكينك هو كل الممارسات غير الاعتيادية اللي ممكن الأشخاص يمارسوها، زي منها الممارسات السادية والمازوخية اللي هي بنقول عليها BDSM والفتش أو الهوس الجنسي بالأشياء، أو يعني بنسميها كمان الفتشية الجنسية بس أكتر الناس بتعرفها بكلمة فتش. وهو أما الجنس الفانيلا بيكون هو كل الممارسات الاعتيادية اللي هي الناس معظمها بتمارسها في حياتها الجنسية الاعتيادية. والفرق ما بين الجنس الكينك والجنس الفانيلا هو أنه الجنس الكينك بيكون فيه درجة أعلى من المغامرة والخروج عن المألوف، ولكن الاثنين هم أنواع طبيعية من الممارسات الجنسية. بس تقولي اعتيادي وغير اعتيادي، هل هي شائعة؟ يعني انت بس تعطي ورش عن الموضوع أم بس تحكي عن هول المواضيع على صفحتك على وسائل التواصل الاجتماعي، هل بيجي أسئلة عن هالممارسات؟ هل هي مألوفة أما تنقول شائعة أما لا كتير نادرة؟ احنا لما بنقول ان هي غير اعتيادية أو غير شائعة بنتكلم على مدى شيوعها بشكل عام أو على نطاق كبير، خلاص. فنقدر يعني مثلا نقول إنه قد إيه من الناس بيكونوا بيفضلوها أو لا، إذا كنا بنفكر مثلا في برسنتج، فده اللي بيخلينا نقول على حاجة إن هي شائعة أو غير أو اعتيادية أو لا. بس كمان لازم ناخد في بالنا إن إحنا دايما لما بنتكلم عن شيء ونقول عليه شائع أو اعتيادي أو غير شائع أو غير اعتيادي بناء على دراسات، مثلا بيكون الدراسات دي بتكون بناء على الأشخاص اللي قبلوا يشاركوا في الدراسات،
أو إن هم انفتحوا وقالوا إن هم بيفضلوا الممارسات دي أو غيرها. فبالتالي بيكون حكمنا بناء على الناس اللي اوريدي اتكلموا عن تفضيلاتهم اللي احنا بنسميها تفضيلات غير شائعة أو تفضيلات غير اعتيادية. بالنسبة اللي انا بشوفه عادة أو الأسئلة اللي بتجيلنا، انه في ناس كتير جدا بتسأل على الممارسات دي وبتحب تمارسها وبتعتبرها جزء من يعني الممارسات الممتعة اللي هم بيستمتعوا بها مع شركاء حياتهم، وكمان بيكون ولكن بسبب عدم وجود معلومات كتيرة عنها بيكون معظم الأسئلة بتكون بتدور حوالين هل أنا طبيعي؟ هل أنا طبيعية؟ هل الممارسات دي ممارسات عادية أم هي ممارسات شاذة؟ وأحيانا بيكونوا بيسألوا عن نفسهم هم، وأحيانا بيكونوا بيسألوا على شركاء. وبما إن احنا اتطرقنا للنقطة دي، أحب أقول إن هي ممارسات طبيعية، هي ما هيش ممارسات مرضية، ولكن هي طريقة من طرق المتعة. وهون كمان فينا نحكي كيف أصلا هذا المفهوم اتطور. يعني بركي الجنس التقليدي من ما بعرف من بالقرون الماضية كان بس الإيج المهبلة بوضعية واحدة اللي هي الوضعية التبشيرية، وكل غير وضعيات وكل هوديك الممارسات كان الجنس الفموي مثلا كان يعتبر شيء غير مألوف. اليوم الممارسات التقليدية أوسع بكتير من اللي كانت بالماضي، وهذا الشيء بشوف كيف الجنس أما الطيف الجنسانية بتغير، المفهوم يتغير مع المجتمع مع السنين. حكيت شوي عن الكينج عن الفتشية، هل الكينج هو بس فتشية أم هو مظلة لممارسات عديدة؟ يعني فيها تكون الفتشية للبي دي اس ام لغير أنواع من الممارسات مثل اللعب الأدوار، شو في بهالمظلة؟ أوكي، هو الكينك هو المظلة الكبيرة اللي بتجمع تحتها كذا نوع من الممارسات، ومنهم الفتشية ومنهم البي دي اس ام. فهو زي ما يكون باكت كبير أو يعني إناء كبير جواه كذا نوع من أنواع الممارسات اللي الناس ممكن تكون بتعتقد إن هي غير مألوفة أو غير شائعة، وبتكون قايمة زي ما قلنا على إن هي فيها درجة أكبر من المغامرة والتجربة والاستمتاع بأشياء مختلفة عن الممارسات اللي الناس بتعتبرها مألوفة أو اعتادية. فبنلاقي أنه مثلاً البي دي اس ام بيركز أكتر على الممارسات اللي فيها بعض القوة أو ممارسات اللي فيها فرض للسيطرة أو استمتاع بالخضوع أو نوع من الممارسات اللي فيها قوة جسدية واستخدام بعض الأدوات اللي ممكن تكون يعني بتدي نوع من الألم والاستمتاع بالألم. وبنلاقي أن تحتيه برضو الفتشية الجنسية اللي هي مش شرط تكون مرتبطة بممارسات فيها نوع من القوة أو نوع من الألم، ولكن هي بتبقى مرتبطة بأشياء. إذا وجدت في الممارسة الجنسية بتحقق متعة أكبر للناس اللي هم عندهم فتش معين ناحية حاجات، زي مثلا أنه حد بيحب أنه شريكه أو شريكته يكونوا لابسين ملابس جلدية أو لابسين أحذية أثناء ممارسة الجنس، أو مثلا بيركزوا تركيز كبير على جزء معين من الجسم زي الأقدام، وجزء والأقدام هي بتكون محور الممارسة الجنسية ومحور المداعبة، وبتكون هي أكتر شيء بيحسسهم بالإثارة. وممكن تكون حتى مرتبطة بأشياء مختلفة، يعني مرتبطة مثلا بأنه مثلا الشريكة تلبس لبس مثلا خاص بالشريك، يعني ممكن يكون أي شيء بيتمحور حواليه الإثارة بتاعة الطرف الثاني، وأنه شايف أنه ده بيثيره أكتر في الممارسات الجنسية وبيكون مركز عليه بشكل أكبر. بما أنه حكيت عن البي دي اس ام، ونحن بنعرف أنه ضمن البي دي اس ام عنا الدي اللي هو الدومينانس والديسيبلين، يعني القوة والسيطرة، شو الفرق بين الكينك والتعنيف الجنسي، العنف الجنسي والجنس العنيف الهارد سكس؟ يعني شو الفرق بيناتهم؟ أوكي، الفرق بين الكينك والهارد سكس وما بين من الناحية الثانية العنف الجنسي أو التعنيف الجنسي، هو الكلمة أساسية اللي هي التراضي أو مفهوم أساسي هو التراضي.
ان الممارسات ممارسات الكينك وممارسات الهارد سكس والكينك بما فيه البي دي اس ام والفتش وهكذا ما بيتضمنش اجبار، لكن العنف الجنسي والتعنيف الجنسي بيكون فيه نوع من الاجبار والانتهاك للطرف الثاني، وعلشان كده هو جريمه. ولكن الممارسات اللي احنا بنتكلم عنها هي ممارسات بتتم بالتراضي والاتفاق ما بين الطرفين، ويكونوا الاثنين موافقين ومستمتعين بيها وراضين تماما عن اشتراكهم في الممارسه دي بدون اي ضغوط. فتاني عشان الخص الفرق، هو الفرق في التراضي وعدم الاجبار. وإذا بدنا نفكر بالأشخاص اللي بيمارسوا الجنس الكينكي، حكيت عن معظم الممارسات، بس هل كل الأشخاص بتحب نفس الشيء؟ يعني إذا شخص بيقول هاي أنا اسمي آدم وأنا كينكي، يعني رح يحب كلهم بيحبوا الجلد؟ أما لا، الكينك هو عن جد عالم كتير كتير واسع، فيكون بركي بيحب ما بعرف شرب الماء أثناء الممارسة الجنسية، إنه يعني في المجال كتير واسع، أم لا كل الناس بتحب نفس الشيء؟ لا طبعا، كل واحد بيحب حاجة مختلفة، ومش شرط تكون الأمثلة اللي احنا اتكلمنا عنها أو الأمثلة اللي هي الشائعة اللي موجودة، ولكن ممكن أشخاص يحبوا حاجات ممكن ما خطرت لناش على بال، وممكن تكون ممكن يكون الشخص بيحب أكتر من حاجة، وممكن يكون النهاردة بيحب حاجة وبعد سنتين بيحب حاجة تانية. يعني كل مفيش قاعدة معينة أو حاجة تقدر تقول إنه هم دول بس الأشياء اللي الأشخاص بيحبوهم تحت مظلة الكينك، أو إنه الشخص اللي بيحب الحاجة دي مش هيكون بيحب الممارسة التانية دي. لا بالعكس، ممكن يكون شخص بيحب أكتر من ممارسة كينكية، أو بيفكر إن هو يجرب أكتر من حاجة، أو بيحب ينخرط في أنواع مختلفة من الممارسات. بتعرف أنا بالعيادة كل يوم بكتشف نوع جديد من الكينك، لأنه بني ما عنا معرفة لكل التفضيلات الجنسية، وللأسف ما منتعلم كل التفضيلات الجنسية. فعادة الشخص اللي بيجي لعنا على العيادة بيعلمنا عن رغباته وعن تخيلاته، وفي كتير أمور واحد حتى ما بيفكر فيها، ومثل ما قلت منه شيء مرضي. بس هذا الشخص اللي بيحب الممارسة الجنس الكينكي، هيدا هالممارسات بتكون عنده أسلوب ممارسة أساسية بحياته الجنسية، بس بيمارس بهالطريقة، أم في نوع بين الجنس الفانيلا والجنس الكينكي؟ لا طبعا ممكن ينوع، لأنه خلينا نفكر مع بعض يا سندرين، هل أنت بتحبي نوع أكل واحد؟ بتاكلي نوع فاكهة واحد حتى؟ لا، أنت ممكن تجربي أكتر من حاجة وتستمتعي بأكتر حاجة. ممكن تكوني بتحبي مثلا المانجا أكتر من التفاح، بس ده مش معناه انك مش هتاكلي تفاح او ما بتحبيش التفاح. فهو نفس الشيء، انه الشخص ممكن يستمتع باكتر من حاجة، يعني مش لازم يكون انه بس انا بستمتع بالكينك او بس بستمتع بالجنس الفانيلا. لا، ممكن اجرب حاجات مختلفة. حتى الناس عامة، حتى في الجنس في الممارسات الجنسية، في ناس أوقات بتستمتع بالسوفت سكس أو الممارسات الناعمة اللي فيها شوية دلع وانتمسي أكتر، وفي ناس لا بتحب، وفي ناس بتستمتع، ونفس الناس دول ممكن يكونوا بيستمتعوا في أوقات تانية بالهارد سكس اللي فيه شوية قوة بدنية في شدة وهكذا. فطبيعي إنه يكون الأشخاص بيحبوا حاجات مختلفة، طبيعي إنه الجنس والحياة الجنسية ما تكونش ماشية بشكل واحد ولا على وتيرة واحدة، لأنه ده بيخلق كمان نوع من الملل، وبيخلق نوع من عدم التجديد ما بين الأشخاص، خاصة إذا كانوا أشخاص في علاقات طويلة أو في علاقات فيها شريك واحد. أنا عندي حتى بعض الأشخاص اللي بيحبوا بعض الأوقات يكونوا خاضعين، وبعض الأوقات هن يكونوا مسيطرين، يعني فيهم كمان ينوعوا بتفضيلاتهم بضمن نفس الخانة، إذا بنحكي شوية BDSM. هلأ هو السؤال اللي دائما بيسألونا إياه، طب ليش بعض الأشخاص بيستمتعوا بالجنس الكينكي؟ هل هذا سبب صدمة، تعنيف جنسي، نتيجة الأفلام الإباحية، هل في خلل نفسي، شو الأسباب؟ أوكي، هو مفيش سبب واضح عامة عشان نقدر نقول إحنا ليه بنكون تفضيلات جنسية خلاص، أو إنه أنا ليه بحب كذا ومش بحب كذا، لأنه كل التفضيلات اللي عندنا بتكون ميكس ما بين إنه
حاجات حسية وحاجات تانية لها علاقة بتجاربنا وليها علاقة بالبيئة المحيطة وهكذا. فما فيش حد يقدر يأيدنتيفاي إنه ليه بالذات أنا بحب التفضيل الجنسي ده بما في ذلك الكينك. في بعض الدراسات بتشير إنه الأشخاص اللي بيكونوا تعرضوا لانتهاكات جنسية وهم أصغر ممكن يميلوا إن هم يكونوا بيحبوا الجنس العنيف، ولكن ده مش معناه إنه كل الناس اللي بتحب الجنس العنيف أو كل الناس اللي بتحب البي دي اس ام هم تعرضوا لانتهاكات جنسية في الصغر أو تعرضوا لاعتداءات وهكذا. لكن ده واحد يعني إنه أكتر الموضوع بالعكس، إنه في أشخاص تعرضوا لحاجات فبنحاول نشوف إيه التأثيرات المستقبلية عليها، ولكن مش معناها إن كل الأشخاص اللي بيفضلوا التفضيل ده هم أشخاص تعرضوا لانتهاكات أو تعرضوا لحاجات مش طبيعية في طفولتهم وهكذا. بالعكس، هي زي ما قلنا تفضيلات طبيعية ما هياش مرضية ولا هي بالضرورة نتيجة صدمة أو نتيجة خلل ما. وارد طبعا انه ممكن يكون في اشخاص بيشوفوا حاجات في الافلام الاباحيه ويحبوا يجربوها وبيجربوها بيستمتعوا بيها، بس برضو ما نقدرش نقول انه بس بسبب انه شافها في الافلام الاباحيه فبقى عنده التفضيل ده، ولكن هي مجرد ان هي تلاقت مع عوامل تانية او تلاقت مع متعته في نقطه ما فبقى بيستمتع بممارستها. تعرف أنا بشوف نوعين من الأشخاص، يعني عندك الأشخاص اللي بيكون بيقلك أنا من العمر 6 سنين أم 8 سنين بعرف أنه بحب هذا الشيء وهذا الشيء بيعطيني لذة، ويكون بيربطه ببعض المواقف مش صدمات بس مواقف صايرة بالطفولة. وعندك الشخص اللي بيقلك أنا كنت عايش حياتي عادي جنس تقليدي وتعرفت على شخص وأما شفت فيلم أما قريت كتاب وبلشت استكشف ممارسات جديدة ولقيت أنه بستلذ فيها كمان. فما فينا نعمم لأنه في أشخاص بالأساس عندهم بركة ممارسات مفضلة عندهم، وأصلا بيكونوا أكتر بيفضلوا دايما تكون الممارسة بهالطريقة، والأشخاص اللي بيكتشفوا التنوع على كبر. فكتير مهم أنه ما نعمم على شخص ما. بس السؤال هو، لأنه في كتير أشخاص بيجوا بيقولوا ليك أنا بحب، خاصة الرجال اللي بحبوا مثلا الخضوع، أنا بحب الخضوع بس أكيد امرأة مش شريكة ما رح تقبل هيدا الشيء، كيف رح ألاقي زوجة؟ بدي غير، بحس بالعار وبيطلب العلاج، يعني بيجي بيطلب منا أنه نغير تفصيلاته الجنسية، هل هيدا الشيء ممكن؟ يعني أنا مبسوطة أنك أنت جبتي المثال ده، لأنه المثال ده بيجي عليه دايما أسئلة كتيرة. معظم الرجالة اللي بتحب الخضوع بيكون عندها أزمة مع التفضيل ده، لأنه في فكرة مجتمعية إنه الخضوع أثناء ممارسة الجنس مش بيتماشى مع مفهوم الرجولة أو مفهوم الذكورة في المجتمعات بتاعتنا، فدايما ده بيسبب أزمة نفسية للأشخاص وبيخليهم يحسوا إنه يا إما إن هم فيهم حاجة غلط يا إما إن هم مش هيقدروا يعيشوا حياة طبيعية بسبب المفهوم ده اللي موجود عند معظم الناس وعند الشركاء وهكذا. هو مش حاجة احنا المفروض ان احنا، او هي مش حاجة زي ما قلنا ما هوش مرض عشان نقدر نقول ان هو ليه علاج او حاجة احنا عايزين نعالجها، ولكن بفكر انه دايما نحاول نشتغل على مع الاشخاص الاول على انه هم يكونوا بيقبلوا نفسهم، يعني يكونوا فاهمين انه هما مش في حالة مرضية، هما ان هما دي تفضيل موجود عند بعض الناس وانه حياتهم ممكن تمشي بالشكل الطبيعي اللي هما يعني حابين ان هما يشوف حابين يمارسوا بيه حياتهم الجنسية الطبيعية اللي بتكون ممتعة بيهم لو هما قدروا يتقبلوا التفضيلات دي وقدروا ان هما يلاقوا شركات او يلاقوا شركاء ليهم بيتقبلوا التفضيلات دي ويكون عندهم رغبة في ان هم يجربوها، وكمان ان احنا نفهمهم انه زي ما احنا قلنا في يعني في بداية الحلقة انه مش شرط عشان تكون بتستمتع بممارسة واحدة ان الممارسة دي تكون هي طول الوقت، ولكن نقدر ان احنا دايما نوصل مع شركائنا لمناطق وسط نكون مستمتعين بيها، ان احنا احيانا نكون بنمارس ممارسات معينه واحيانا بنكون بنمارس ممارسات تانية يكون الشركاء بيستمتعوا بيهم.
بس مش بشوف انه الحل انه نحاول نغير نفسنا او ان احنا نحاول ندور على علاج، لانه حقيقي زي ما احنا قلنا هو مش خلل عشان نلاقي له علاج. وبس نجرب نغير أما نكبت في يتحول التصرف أما السلوك الجنسي لسلوك قهري، لأنه بيكون فيها الشعور بالعار وبالذنب، ولأنه فيها الصورة المشوهة للكينك. حتى هلأ اليوم إذا بنحضر المسلسلات الجديدة، حتى الأفلام مثلا 50 Shades of Grey، أما في كذا مسلسل على نتفليكس بيحكي عن هول التفضيلات الجنسية، بس بيشوهوا الصورة، يعني ما بيفرجوها بطريقة إيجابية، بيفرجوها بطريقة مثل واحد كأنه ما أنه مسيطر على نفسه، كأنه هيدا شيء شذوذ ومرض. وانت فسرت قلت أنه لا، الكينك هو مبني على التراضي، هو أكتر شيء الواحد يستكشف اللذة ويستمتع، يعني ما أنه شيء مرضي. كيف فينا نصحح هالصورة؟ يعني كيف فينا نوضح الصورة بعد أكتر؟ وكيف الفرد فيه يعرف أنه هو منجذب لهيك نوع من الممارسة؟ هو زي ما قلتي سندرين، كمان عايزة أضيف على كلامك عن الدراما والإعلام، إن هم كمان دايما حتى بيجيبوا الأشخاص اللي عندهم ميول كينكية إن هم يكونوا يا إما أشخاص سيئين في سياق الدراما أو في سياق الأحداث، أو إن هم أشخاص تعرضوا لصدمات أو تعرضوا لانتهاكات، وبالتالي بيعملوا الممارسات دي نتيجة للصدمات دي أو للانتهاكات دي. فدي صورة ذهنية غلط، بس هي مش بس موجودة عند الناس صناع الدراما أو الناس اللي شغالين في مجال الإعلام، ولكن هي زي ما قلنا صورة مجتمعية. الحل هو إن إحنا زي ما إحنا بنعمل دلوقتي نتكلم عنها دايما طول الوقت، إحنا الأشخاص المتخصصين في التوعية بالثقافة الجنسية وبالصحة الجنسية والإنجابية، إحنا دايما نتكلم عنها ونوضح للناس أكتر إن دي ممارسات طبيعية، وإنه في ناس كتير بتحب الممارسات دي، وإن هي مش دليل على خلل، ولا هي بسبب صدمة، ولا بالضرورة إن الأشخاص اللي بيمارسوها هم أشخاص أشرار أو عندهم نزعات لإزاء الغير وهكذا. فهو أكتر محتاجين إن إحنا نديلها مساحة أكبر، ويمكن المساحة دي ممكن تكون متاحة لنا إحنا أكتر عن طريق السوشيال ميديا، لأنه يمكن إحنا بنعرف إنه صعب جداً إن إحنا نقدر إن إحنا مثلاً نقدم حاجات في وسائل الإعلام اللي هي المينستريم، أو نقدم حاجات في الدراما بشكل مباشر تتكلم عن الموضوع ده، أو برامج مثلاً في التلفزيون وما إلى غيره، بسبب الريستريكشنز اللي عادةً بتكون موجودة على الإعلام. ولكن إحنا أمامنا إنه الأشخاص اللي بيشتغلوا على الأعمال الفنية أو بيشتغلوا على المادة اللي بتظهر في الإعلام المينستريم هم يكونوا مع الوقت عارفين أكتر عن الممارسات دي وعن طبيعتها، فبالتالي على الأقل ما يكونوش بيعكسوا صورة غلط عنها أو بيوصلوا صورة غلط عن الأشخاص اللي بيستمتعوا بالممارسات دي. صحيح، وفي كذا تنقول حساب بيحكوا عن هالمواضيع بطريقة بركة من دون تابو، يعني إذا بنحكي عن الحب ثقافة، عن سكس توك بالعربي، عن المحتوى اللي أنت كمان عم بتقدميه على السوشيال ميديا، يعني منبلش نشوف هذا الشيء بصورة بركة إيجابية أكتر. بس وسائل التواصل الاجتماعي كمان ما بتساعد، لأنه في شادو بانينج، يعني كل شيء جنسي محظور وممنوع ومغطى عليه، من الصعب أنه الواحد يقدر يلاقي كل هالمعلومات، وبركي من الصعب أكتر أنه يلاقي شريك. يعني كيف الواحد يلاقي شريك عنده نفس التفضيلات من دون ما يقع بفخ، من دون ما يصير في ابتزال أم ابتزاز مادي، من دون ما يكون في يعني من دون ما يضطر يدفع لخدمات معينة صعبة؟ كيف الواحد هيك بيعرف أن الشخص التاني رح يحب قصص مثله؟ أكيد، هو بشكل عام محدش بيقدر يعرف إذا كان الشخص اللي قدامه بيحب نفس الحاجات ولا لا، بس أكيد طبعاً إذا حد عنده تفضيل معين very specific بيكون الموضوع أصعب، فبيكون مهمته أصعب. بس أكتر حاجة أنا بشوفها مهم، يعني ممكن تكون مفيدة، إنه دايماً ندور على أشخاص يكونوا
شبهنا في الواقع، يعني يكونوا من نفس طريقة التفكير، من نفس درجة الانفتاح على المعرفة والثقافة الجنسية وهكذا، لأنه ده بيسهل المهمة. وطبعا مش كل الناس بتتوفر حواليها سيركلز كبيرة أو دوائر اجتماعية يقدروا إن هم يلاقوا فيها شركاء بالطريقة دي. فعادة بيكون في بعض الكوميونيتيز أو مثلا عن طريق الديتينج أبس بيقدروا يتعرفوا على ناس خارج السيركلز بتاعتهم، يكونوا عندهم نفس التفضيلات من خلال إن هم بيتعرفوا عليهم، بيسألوا بعض عن تفضيلاتهم وهكذا. ولكن زي ما انت قلتي ساندرين، مهم جدا ان احنا اذا كنا بنستخدم الديتينج ابس او بنستخدم حتى كوميونيتيز مخصصه للناس مثلا اللي بتحب البي دي اس ام او بتحب ممارسات بعينها، ان احنا نكون واعيين انه لما بنعمل انتراكشن مع اشخاص ما نعرفهمش ان ده في مخاطر، وانه في بعض الارشادات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها علشان ما نكونش فريسة للابتزاز أو نتعرض لأذى، زي إنه إحنا مثلاً ما ندخلش في أي conversations ممكن تكون مسجلة، ما نكتبش كلام ممكن يتاخد علينا في سكرين شوتس مثلاً، نحاول بقدر الإمكان ما يكونش فيه أي ريكورد من conversations إحنا ممكن نكون في مشاكل بسبب نشرها، لأنه ده ممكن يحطنا عرضة للابتزاز. والحاجة الثانية إن إحنا لو هنقابل الأشخاص دول نمشي في نفس تعليمات السلامة الطبيعية بتاعت إن إحنا بنتعرف على حد من خارج دوائرنا، يعني نتقابل في مكان عام الأول ونتأكد من الباك جراوند بتاعت الأشخاص دي، نحاول نشوف إذا في أشخاص مشتركين ما بيننا نقدر نعرف إذا كان دي هوية حقيقية ولا لا، ولا الشخص اللي إحنا بنتعامل معاه هو بيتعامل بهوية مزيفة. نحاول إن إحنا دايما نكون قايلين لشخص ثالث على مكان وجودنا إذا كنا هنكون متواجدين في مكان عام أو مكان خاص، ونكون متأكدين إن إحنا نقدر نتصل أو نطلب المساعدة من أشخاص نعرفهم وبنثق فيهم، بحيث إن إحنا نقدر نقلل من فكرة المخاطر، وإن إحنا دايما كمان يعني نثق في إحساسنا إذا حسينا في أي وقت إنه في شيء مش طبيعي أو في شيء ممكن يكون مش مظبوط، نحاول إن إحنا ننسحب فورا أو على الأقل نتواصل مع شخص بنعرفه وممكن يقدم لنا المساعدة. وهذه النصايح اللي عادة نعطيهم للسيدات اللي عم بيبلشوا يتعرفوا على شخص، بس هون هو النصايح كمان للرجال، لأنه هن فيهم يكونوا ضحايا بالنسبة له، يعني يكون في فخ عند للرجال كمان، وهذا شيء مهم أنه تذكروا. هل الكينك شائع أكتر عند الرجال أكتر من عند النساء، أما لا ما في منا متعلقة بجندر الشخص؟ أعتقد أن هو ده واحد من المسكونسبشنز، أنه في ناس تتخيل أنه الكينكس هي حاجة خاصة بالرجال ومش شائع عند النساء، أو أن النساء أصلا مش بيهتموا بالكينكس، بس ده جزء من الكولتشر أو جزء من الثقافة اللي بتعتقد أنه الراجل عنده تجارب أكتر، بتعتقد أن الراجل بيعرف أكتر عن الجنس، أن الراجل دايما عنده مساحة أنه هو يجرب وعنده حق أنه هو يجرب خلاص. فده جزء أو استكمال من الثقافة دي، ولكن في الحقيقة أنه في ستات كتير عندهم يعني اهتمام بالكينك، في ستات كتير بيحبوا السيطرة، في ستات كتير بيحبوا الخضوع، وفي ستات عندهم فتش، في كل أنواع الممارسات وكل أنواع التفضيلات موجودة عند الرجالة وموجودة عند الستات. ولكن زي ما احنا قلنا أنه جزء من الثقافة، وجزء كمان من الثقافة دي بيفرض على الستات أن هم حتى لو عندهم اهتمامات بقى انواع معينه من الممارسات، ان هم ما يصرحوش عنها او ما يتكلموش عنها حتى مع شركاء حياتهم، مش هقول لك بس على الملأ، او ان هم يقولوا بصراحه ان هم بيهتموا بالممارسات دي. ولكن كتير من الستات بيخافوا بسبب الوصم، وبسبب ان هم ممكن يكونوا يعني متهمات باشياء مختلفه اخلاقيه بسبب يعني تفضيلاتهم الجنسيه او غيرها. بما أنه حكيت عن شريك الحياة وأنه النساء ما بيحكوا ما بيشاركوا، كيف الفرد فيه شريك عن تفضيلاته الجنسية مع الشريك؟ والله هي بتبقى بروسس يعني، أو هي عملية مستمرة، يعني مش أنه إحنا هنقعد قاعدة في أول ما نتعرف على بعض أو بعد ما نتجوز أو في
في وقت محدد وهنقول والله أنا بحب كذا وكذا وأنت بتحب كذا وكذا، ولكن هي بتبقى بروسس إنه إحنا بنتعود من الأول إن إحنا نسأل بعض عن إيه الحاجات اللي إحنا نحب نجربها، أو إيه الحاجات اللي إحنا استمتعنا فيها في الممارسة وهكذا. فبتدي إن إحنا نستكشف، ونبتدي إن إحنا يكون تمرين مستمر إن إحنا منفتحين على الكلام مع بعض، وإن إحنا نقدر ده بيخلق لنا مساحة إن إحنا نقدر نتكلم أكتر عن تفضيلاتنا الجنسية، أو بنتكلم عن تفضيلات أو عن رغبتنا في تجربة تفضيلات جنسية ممكن تكون ما جربناهاش قبل كده أو غير اعتيادية أو كذا. بس مهم كمان إنه يعني نفكر دائما إنه إحنا مهم كمان نسأل الشريك أو الشريكة عن تفضيلاتهم وعن انطباعاتهم عن التفضيلات اللي عندنا، وهل هم موافقين ومنفتحين على التجربة ولا لأ. إذا كويس نقدر نجرب سوا، إذا لأ مهم إن إحنا نفهم ليه لأ، يعني إيه الحاجات اللي بتخليهم مش عايزين يجربوا. هل هي مثلا هل هي تجربة هم جربوها مع شريك أو شريكة آخرين وما استمتعوش بيها، فيمكن ساعتها ده يفتح لنا مجال إن إحنا نتناقش، يمكن يكون تجربة مختلفة لما نكون سوا. هل هي مثلا مخاوف معينة، يعني مثلا بالنسبة للبي دي اس ام هل هو مثلا خوف من الأذى أو خايفة إنه يحصل لي حاجة، أو خايف إنه ما أحسش كويس في التجربة أو أحس بشيء مش مريح. ساعتها ممكن نتكلم إزاي ممكن نتوقف، أو أنت ممكن نتوقف عن الممارسة، وإزاي إن إحنا نتعامل مع الحاجات اللي ممكن تخلي الطرف التاني ما بيشعرش بالراحة. فهو التواصل والكوميونيكيشن هما الكي، أو هما مفتاح إن إحنا نقدر نتكلم عن تفضيلاتنا الجنسية بأنواعها المختلفة، وكل ما وهو زي ما يكون مسار بنمشي أو جسر بنبني سوا، ما هوش one step أو هيش process فيها one step ولا أي حاجة، ولكن هي حاجة مستمرة وبتعتمد على قدرة الشريكين على التواصل والحوار. هذا شيء كتير كتير مهم. هلا بما انه حكينا شوي كمان عن بي دي اس ام وكيف يكون الجنس فيه يكون قوي، هل هيدي الممارسات فيها تكون خطرة؟ هل في مخاطر نفسية جسدية؟ كيف الواحد في يمارس تفضيلاته مع الحفاظ على الامن اثناء الممارسة؟ اوكي، هي ممكن يكون فيها مخاطر لو احنا ما عندناش وعي بطبيعة واصول الممارسات دي، فساعتها ممكن يكون فيها مخاطر جسدية، وكمان ممكن يكون ليها مخاطر نفسية إذا غاب عنها التراضي، أو بقت أو يعني إذا غاب عنها التراضي أصبحت اعتداء. ولكن كمان ممكن أحيانا يكون التراضي ما هوش تراضي، يعني أو أنه أنا بقول أوكي بس أنا مش موافقة، أو أنا بقول أوكي تحت ضغط خلاص، أو أنه الشخص اللي قدامي محسسني أنه إذا أنا ما وافقتش هكون مش بحبه، أو إذا أنا ما وافقتش يبقى أنا مش عارف أمتع الطرف التاني وهكذا. فبالتالي المهم إن احنا نتأكد إنه الأشخاص اللي معنا أو الشركاء اللي معنا يكونوا فعلا موافقين وعندهم حالة من الرضا عن الممارسة، عشان ما يكونش ليها مخاطر نفسية أو إن هم يحسوا إن هم يعني بيتعرضوا لأذى أو بيتعرضوا لانتهاك أو بيعملوا شيء دون إرادتهم. طيب إيه الحاجات اللي ممكن تخلينا نبعد عن المخاطر الجسدية؟ هي أولا إن احنا نكون فاهمين إحنا الاثنين ومتفقين على طبيعة الممارسة، وفاهمين أبعادها وأولها من آخرها، وإيه الأدوات اللي إحنا هنستخدمها في الممارسة، وإيه الإمباكت بتاع الأدوات دي على الجسم وهكذا. متفقين على درجة معينة للألم، ومتفقين ودي أهم حاجة على كلمة سر أو كلمة مفتاحية، إذا حد فينا قالها إحنا هنتوقف فورا عن الممارسة دي، ويكونوا الطرفين ملتزمين بده، وأول فعلا حد فيهم يعمل الإشارة دي أو يقول الكلمة اللي هم متفقين عليها، الشخص التاني يتوقف تماما عن الممارسة. ومهم كمان إن إحنا نكون متفقين من الأول إن إحنا في أي وقت ممكن نحس، إذا خاصة إذا كنا بنجرب الممارسة دي لأول مرة، ممكن في أي وقت نحس إن إحنا لا مش مبسوطين أو مش عايزين نجربها أكتر من كده، أو فساعتها نتوقف فورا وإنه من حق أي حد فيهم إن هو يتوقف عن الممارسة فورا. ومهم كمان إن إحنا نكون عندنا تخيل إنه إذا حصل أي نوع من الضرر الجسدي إحنا هنتصرف إزاي، وإن إحنا نكون ملتزمين بتقديم الرعاية لبعض
في الحالة دي. وكمان أصلاً الرعاية لازم تكون دائماً تكون موجودة من بعد الممارسة، يعني الأفتر كير كتير مهم بهالنوع من الممارسات، إنه إذا نحنا مثلاً حبينا الجنس العنيف إنه من بعده يكون في اهتمام، يكون في لطف، يكون في حنان، يكون في كمان مشاركة، هل في أمور ما كانت مريحة أم لا. الأفكر كتير كتير بيلعب على كمان الشعور النفسي، أنه أنا ما أشعر أنه عملتي غلط، أما أقرف من نفسي، أم حس بالذنب من بعد الممارسة، وأقدر حط يعني مثل كأنه عم بقدر حط بركة النهاية بدل الممارسة الجنسية وين تتوقف والحياة الواقعية، لأنه نحن كمان نسينا نقول أنه الشخص اللي بيحب الممارسة الكينك هذا ما له علاقة بحياته الاجتماعية، حياته اليومية، في فرق بين الجنس والحياة اليومية. صح، فعلا في فرق بين الاثنين، ودي نقطة مهمة جدا يا ساندرين، لأن معظم الرجالة اللي بيشعروا بالخزي أو بيحسوا أنه هم فيهم حاجة غلط علشان بيحبوا مثلا الخضوع، بيكون ده تخيلهم، انه احنا اذا ده معناه انه انا في الحياة الطبيعية لازم اكون خاضع، او في الحياة الطبيعية لازم اكون ماشي بنفس النمط، او ده بيعكس صورتي في الحياة الطبيعية. وكمان في نفس الشيء بالنسبة للستات، انه في ستات كتير مثلا ما بتحبش انه يكون في نوع من الديرتي توك مثلا أثناء ممارسة الجنس، لأنه بتتخيل أنه ده هيكون نمط حياتها في الحياة الطبيعية، أو أنها لازم تقبله في الحياة الطبيعية، وبالتالي ده بيكون سبب الرفض. فمهم أنه كمان الشريكين يكونوا فاهمين أنه الممارسات الجنسية أو الحياة الجنسية مش ضروري تكون بتعكس العلاقة في الحياة اليومية أو في علاقتهم بشكل عام. قد ايه مهم انه الواحد يحكي عن تفضيلاته قبل ما يرتبط؟ يعني انا بشوف كتير حالات وين بيتعرفوا، بس بتعرفي بمرحلة التعرف في خجل، الواحد بركي ما بيشارك، بيتزوجوا وهون الواحد من الشريكين بيفتح قلبه وبيخبر عن تفضيلاته، وكتار من الأوقات هذا الشيء بيسبب نزاع، لأنه الشخص التاني ما بيكون أبداً متوقع هذا الشيء وما بيتقبل هذا النوع من الممارسات. يعني شو فينا نعطي كنصايح؟ أول شيء قد ايه مهم أنه نحكي، وبعدين كيف فينا عن جد نستمتع إذا بدنا نجرب هالنوع من الممارسات؟ والله يا سندرين هو تحدي، يعني هو أول حاجة مهم جداً أن احنا نتكلم على الموضوعات دي قبل الجواز، أو أن احنا نتكلم دايما مع الشركاء أن احنا ناويين نرتبط معهم بعلاقات طويلة أو فيها كوميتمنت كبير. دول بالأخص لازم نتكلم معهم، ولازم الكونفرسيشن دي تكون قبل الجواز، لأنه زي ما انت بتقولي أنه بعد الجواز بنكتشف أنه احنا تفضيلاتنا مختلفة، أو أن احنا مش بنحب نفس الحاجات، أو أن احنا ماشيين في طريقين مختلفين تماما. خلاص، فبس التشالنج هنا هو أنه مش كل الناس بيكون عندها الفرصة ان هي تقدر تتكلم، او يعني في مجتمعاتنا انه في جواز كتير بيتم بشكل تقليدي، ما بيكونش فيه مساحة قوي للحوار بين الشريكين وهكذا. بس انا من ناحيتي بشوف انه ضروري ان احنا ناخد المبادرة ان احنا نفتح الكلام عن الموضوع ده، ونحاول ان احنا ناخد على الاقل ولو فكرة مبدئية عن التفضيلات الجنسية، ونتمسك بحقنا في ان احنا نتكلم في الموضوع ده، وان احنا من حقنا ان احنا نعرف اكتر عن الشريك، وان الشريك كمان يعرف اكتر عن تفضيلاتنا الجنسية وهكذا، ويكون فاهمين انه ده ممكن يكون لي يدخلنا في بعض الكونفليكتس العائلية او بعض الكونفليكتس مع هكذا، بس لازم انه بعد كده هيأثر على حياتنا المستقبلية بشكل كبير. فأنا شايفة أنه هو مهم جداً، أو conversation مهمة جداً لازم الكل يعملها قبل الجواز، given أنه معظم يعني وناس كتير ما بيكونش عندها أي تجارب كمان قبل الجواز.
ما هذا تشالنج التاني كمان، في بعض الأشخاص ما بيعرفوا حتى أنه عندهم هو التفتيلات. يعني أنا بشوف كتير أشخاص بيتزوجوا وبعد الزواج بيستكشفوا أنه العلاج المهبلي منه شيء المفضل عندهم، أنه لا ما عم بيقدروا مثلا يصير في قذف أثناء العلاج عند الرجال. بعض السيدات بيكتشفوا أنه هن في حاجة لشيء معين أثناء الممارسة الجنسية يقدروا يستمتعوا، ما بيكونوا عارفين قبل. فهذا الشيء كمان تحدي بحد ذاته. لذلك قبل ما ننتقل لأسئلة المستمعين رح نعطي هيك بعض النصايح تالشخص يقدر يقيم نفسه ويقيم تفضيلاته إذا هو فيكم مهتم بأمور أكتر كينك أما أكتر خارج عن الإطار المألوف. تتقيموا إذا كانوا تفتيلاتكم الجنسية بتميل أكتر صوب الجنس الكينكي أو الجنس الفاميلا؟ جاوبوا على هيدي الأسئلة. أولاً فكروا بتخيلاتكم الجنسية، شو بتشمل؟ هل هي بتتمحور حول الأنشطة الجنسية التقليدية أم تتضمن عناصر غير تقليدية أو تابو؟ ثانياً فكروا شوي بردود فعلكم تجاه أنواع مختلفة من المحتوى الإباحي. هل بتلاقوا حالكم فضوليين حول القصص أو الصور اللي بتتضمن بدي أس أم ألعاب الأدوار وغيرها من الممارسات، أو أكتر بتفضلوا الأفلام الإباحية التقليدية؟ قيموا كمان رغبتكم بتجربة أنشطة جنسية جديدة. هل أنتوا حابين جربوا قصص جديدة وعادة تتحدوا حدودكم، أو بتفضلوا الالتزام باللي بتعرفوه وبتلاقوه مريح؟ كمان فكروا بمحادثاتكم مع الشريك الجنسي حول الرغبات والحدود. هل أنتوا مهتمين أنه تناقشوا أو تجربوا ممارسات غير تقليدية، أو بتفضلوا وبتلاقوا في أكتر رضا بالتفاعلات الجنسية التقليدية؟ فكروا كمان باستخدام أكسسوارات وألعاب جنسية. هل بتلقوها فكرة حلوة أنه تستعملوا ألعاب، قيود أو عناصر أخرى بالأنشطة الجنسية، أم بتفضلوا أنه تمارسوا الجنس دون هيدي الإضافات؟ كمان فكروا شوي بمستوى اهتمامكم بالتعلم أكتر أم المعرفة أكتر عن الـ BDSM. هل حابين تروحوا تحضروا ورش عمل، تقروا كتب عن الموضوع، أو تستدلوا أكتر عن الموضوع؟ إذا مهتمين بالموضوع يعني بركة عندكم ميل صوب هيدي التفضيلات الجنسية. كمان فكروا ب قد ايه انتو مرتاحين مع هالافكار اللي بنسميها الكونفورت زون، يعني وين موجوده منطقه الراحه الشخصيه تبعولتكم بس تفكروا بالجنس. هل انتو مستثارين بانشطه جنسيه خارج النطاق التقليدي، ام هالممارسات بتحسسكم بعدم الارتياح؟ وفكروا كمان بتجاربكم الجنسيه السابقه. هل شي مرة استمتعتوا أم جربتوا تمارسوا الجنس بطريقة غير تقليدية؟ يعني بركة كانت تشمل ديناميكيات قوة أو ألعاب الأدوار أو غير ممارسات جنسية غير تقليدية. وشو كان تفضيلكم؟ شو ما يكونوا أجوبتكم، ذكروا أنه الجنسية هي طيف واسع، من الطبيعي تماماً أنه تكونوا بأي مكان على هذا الطيف. يعني فيكم تحبوا تمزجوا الممارسات الجنسية الكينكية والفانيلا. من الأساس أنه تتواصلوا بصراحة مع الشريك، وبس تكونوا عم بتمارسوا دايماً تمارسوا بالتوافق بالأمان، وأكيد تكونوا حريصين على متعة جميع الأطراف المعنية. معي اجينا تعليقات وأسئلة عن الموضوع ورح نجاوب على البعض منا. في شخص عم بيقلنا أنه هو ما بيشعر بالمتعة الجنسية إلا إذا في الممارسات الكينكية اللي هو بيفضلها. هل في حل؟ شو لازم يعمل؟
هو لازم يجرب حاجات مختلفة، يعني يفكر إيه الحاجات التانية اللي ممكن تكون ممتعة بالنسبة له، وكمان نسأله هو هل هو دي بالنسبة له مشكلة عشان هو عنده الطرف التاني بيفضل ممارسات مختلفة، ولا هو دي مشكلة هو حس إن هو عنده مشكلة لأنه بيقارن نفسه مثلا باللي بيسمعه. يعني نفهم إيه المشكلة، لو هو مشكلة متعلقة بالشريك أو الشريكة يبقى لازم إن هو يحاول يجرب ممارسات تانية أو يحاول يستكشف ممارسات تانية ممكن تكون ممتعة لي وللطرف التاني، لأنه في الآخر الممارسة الجنسية هي فيها طرفين ولازم الطرفين يكونوا مستمتعين سوا، ولازم الطرفين يكونوا بيقدموا بعض المؤامات أو بيحاولوا يجربوا حاجات مختلفة علشان يقدروا يلاقوا مساحة متعة مشتركة ما بينهم هما الاثنين. كتير كتير مهم. في كمان سيدة عم تحكينا عم تقلنا أنه أنا بحب الرومانسي والنعومة، ما بحب الكينكي ساكس، وشريكي بيقول عني أن أنا معقدة وأنه هو عم بيتجر معي. هل حب الجنس الرومانسي علامة عقدة؟ هل لازم أجبر حالي على ممارسات ما بحبها؟ أوكي، طيب إحنا هنجاوب على سؤالها الأول. لا، هي مش علامة عقدة ولا حاجة، هي حاجة عادية خلاص. ولكن هنا في مشكلة تانية، هي مشكلة إنه شريكك بيقرر إن هو يعني يحط عليك تهمة معينة أو وصمة معينة لأنك بتحبي ممارسة أو طريقة ممارسة معينة للجنس، وهنا هي المشكلة. وهي دي المشكلة اللي لازم إنك كنتوا تتكلموا عنها، ولازم إنك أنت تعبري عن إنك مش قابلة ده او انك انت مش حابه ده، لانه انت كمان لو احنا بنفس النمط انت كمان ممكن تقولي نفس الشيء عنه وهكذا، ولكن ده شيء مش هيختم العلاقه. لكن لو انتوا بداتوا ترموا اتهامات على بعض، بالعكس هيكون بيبوظ علاقتكم ببعض وهيكون بيبوظ حياتكم الجنسيه، وهيكون في دايما نوع من الاجبار، حتى لو هو مش اجبار صريح او انه شخص مش اجبار جسدي يعني، ولكن اجبار نفسي انك انت تدخلي في ممارسه مش بتستمتعي بيها. وده مش مطلوب، لأنه المتعة الجنسية أساسها التراضي، وأساسها أن الطرفين يكونوا مبسوطين وموافقين على ممارسة الجنس مع بعض بأي طريقة، سواء كانت الطريقة الكينك أو الطريقة الفانيلا أو هكذا. فهنا أنا شايفة المشكلة الأساسية هي مشكلة في الكوميونيكيشن أو مشكلة في التواصل ما بينكم، وهي دي المشكلة اللي لازم تحلوها وتفكروا ازاي انتوا الاثنين ممكن تكونوا بتلاقوا ممارسات بتمتعكم انتوا الاثنين سوا. ولكن مش الحل انكم انت ما عندكيش مشكله او انت مش معقده ولا عندك مشكله عشان تحاولي تدوري على حل ليها لوحدك. هون طريقة التعامل منا صحية، يعني منشوف أنه في برك العلاقة في شيء من السام أم شيء منه صحي أنه هو يتعامل معها هيك شريكة. وآخر سؤال إجينا من رجل عم بيقلنا أنه زوجته بتحب المداعبات الشرجية وهو ما عنده أبدا مشكل أنه يعطيها إياها، بس أنه هو كمان بحب هذا الشيء، هو بترفض بتقوله أنه إذا داعبته على الشرج بالمستقبل رح يصير مثل الجنس، وما عم بيعرف كيف يقنعها أم يفسر لها أنه هو مثله أنه كمان بحب نفس الأنواع من المداعبات. والله هو طبعا دي برضو فكرة شائعة موجودة عند الناس، أو يعني خرافة موجودة عند الناس، إنه الرجالة اللي بيستمتعوا بمداعبة الشرج هم بس الرجال المثليين، أو إنه الأشخاص اللي عندهم ميول مغايرة لما يستمتعوا بمداعبة الشرج هيغيروا ميولهم الجنسية. وطبعا دي خرافة، لأنه ده مش حقيقي، مفيش ممارسة معينة هتخلينا نغير ميولنا الجنسية من أي ميل لأي ميل، فدي خرافة موجودة. فالحل هو إنه يساعدها تعرف أكتر عن الممارسات الجنسية وعن الممارسات الشرجية وعن فكرة وعن الميول الجنسية المختلفة وهكذا، بحيث إن هي تقدر إن هي تعرف معلومات أكتر
من خارج الدايرة بتاعته. يعني هو ممكن يكون مش عارف يقنعها هو بوجهة نظره أو بالحاجة اللي هي بتمتعها، ولكن يمكن إذا هي عرفت معلومات أكتر من مصادر موثوقة أو من مصادر علمية يمكن هي تغير تفكيرها. فيمكن ده جزء من الحل. والجزء الثاني هو الكوميونيكيشن، وإن هو ياخد ويدي معاها لحد ما تقتنع إن هم يجربوا تجربة أو يحاولوا إن هم يجربوا مع بعض الاستمتاع بالطريقة دي. ماي، هل عندك هيك نصيحة أخيرة للمستمعين بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الكينك؟ أحب أقول للناس كلها إنه أو الناس اللي تسمعنا إنه مفيش طريقة معينة للمتعة الجنسية. المتعة بتتم بطرق مختلفة، مش شرط إن إحنا كلنا نستمتع بنفس الممارسات أو بنفس الطريقة، وإن الممارسات الكينكية من الممارسات الممتعة جداً لكثير من الناس، والناس كتير ممكن تجربها في أوقات معينة من حياتها الجنسية، ما هياش بتحدد الأشخاص بأن هم هيكونوا بيحبوها بس أو أن هم مش هيحبوا ممارسات غيرها أو هيصعب حياتهم الجنسية، ولكن هي واحدة من الطرق أو واحدة من التفضيلات اللي الناس بتستمتع بيها، وإنه كمان ما هياش خلل أو ما هياش مرض أو ما هياش حاجة تدعو للكسوف أو الخجل أو أن الأشخاص يحسوا أن هم فيهم حاجة غلط، ولكن هي ممارسات طبيعية تماما وفيهاش أي مشكلة. ودايما أنا ببص إمتى الممارسة بتكون مشكلة أو إمتى الممارسة بتكون غلط أو تشير لخلل، إذا كانت بتأذي الشخص اللي بيقوم بيها أو بتأذي الطرف التاني أو بتتم بدون إرادة أي حد فيهم. فيما عدا ذلك المتعة عالم واسع، وبحق كل واحد إن هو يستمتع بالطريقة اللي هو يحبها مدام ده بيتم بالتراضي وده بيتم بالاتفاق مع الطرف الثاني. هذا شيء كتير كتير مهم، وقد ما فينا نحن نصارح الشخص الثاني. ونرجع نذكر إنه إذا الشخص الثاني ما بده يتقبلكم بركي منه الشخص اللازم بحياتكم. بعرف هذا شيء صعب، بس الواحد بده كمان يقدر يفهم شو أولوياته وعلى شو بيبني العلاقة العاطفية، علاقة الطويلة المدى. هذا الشيء كتير كتير مهم. كتير بدي أشكرك ماي على مداخلتك. كما بدي أطلب منك تذكرينا بوجودك أنت أونلاين، وين أنت حضرتك موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أنا موجودة على إنستغرام وعلى تيك توك، ماي دوت الحسيني على انستغرام او تيك توك. شكرا، شكرا كثير. شكرا. وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم. شكرا لكل مستمعينا، شكرا إليك ماي. مثل العادة بدي شجع مستمعينا أنه يبعثوا أسئلتهم بخانة التعليقات، وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست. يلا باي باي.